السلام عليكم. عرفتي كان عندي واحد ترسم حمقاني من كثرة الوجع، قلبي كان كيضرني وبعض المرات كنت كنبكي. ملي حيتها لا شعوريا لساني كان كيتشيكي على ديك البلاصة، بالرغم من انه ما بقاش كتضرني ولكن خلات واحد الفراغ كبير. قبل ما نحيدها كنت خايفة بزاف من داك الفراغ اللي غادي تخليه، كيفاش غادي ناكل بلا بيها، ولكن لاحظت بلي مع الوقت ولفت غيابها مع انه ما كانش سهل وخدا مني بزاف ديال الوقت. داكشي علاش حياتك زوينه بوجودهم، بالرغم من انهم كانوا مصدر ديال السعاده والفرحه بالنسبه ليك. كان شي بعض المواقف اللي خاصك تخلى عليهم، بصح غادي يخليو فراغ كبير في حياتك، ولكن على الاقل ما غاديش يبقاو يضروك مازال. هكا هي الحياه، شي غادي شي جاي، المهم هو انت تبقى وتستافد وتعلم من كل شيء.